السلام عليكم. يزداد الوضع الأمني في ليبيا تدهورا يوما بعد الآخر، فبعد إعلان الأطراف العسكرية في شرق البلاد وغربها لعمليات تهدف إلى محاربة الإرهاب وتأخر تحقيق أي حسم على الأرض، برز ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية على الساحة الليبية، الذي أصبح بدوره يهدد أهداف المنطقة ومصالحها، مستفيدا في ذلك من حالة الانقسام التي تعيشها البلاد. فما هي آخر التطورات الأمنية على الأرض؟ ما أبعاد توسع تنظيم الدولة في ظل الانقسام السياسي الحاصل؟ عفوا، وأي مستقبل يجابه مساعي الحوار في ظل التدهور الأمني؟ نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا في عاشرة اليوم عبر الهاتف من طبرق، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب محمد لينو، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس مستشار وفد المؤتمر الوطني في الحوار أشرف الشح، وعبر الهاتف من الزاوية الناطق باسم المحور الشرقي لقوات فجر ليبيا بالزاوية نبيل بوزواي، وعبر الهاتف أيضا ينضم إلينا من طرابلس الخبير العسكري محمد النعاس. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. في ظل غياب أي تسوية سياسية بين الأطراف المتصارعة، شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية توترا أمنيا متصاعدا وسط توسع لنشاط ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في عدة مناطق من البلاد. التفجير الأخير الذي استهدف بوابة الدفنية المدخل الغربي لمدينة مصراتة أثار تساؤلات كثيرة حول هشاشة الوضع الأمني ومدى توسع ما يعرف بتنظيم الدولة الذي تبنى الهجوم على البوابة. هذا التفجير تزامن مع عدة توترات أخرى تشهدها البلاد عامة والمنطقة الغربية خاصة، حيث لا تزال منطقة ورشفانة تشهد هدنة هشة يتخللها الكثير من الاشتباكات بين قوات فجر ليبيا من جهة وقوات ما يعرف بجيش القبائل، فضلا عن ارتفاع حالات الخطف والاعتداء على الطريق الساحلي المار من المنطقة. في المنطقة الشرقية لا يزال الوضع منذ انطلاق عملية الكرامة على حاله، حيث تستمر المعارك على كافة المحاور بكافة أنواع الأسلحة وسط تساقط للقذائف العشوائية المجهولة المصدر والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من المواطنين. مدينة درنا والمناطق المجاورة تستمر فيها المعارك هي الأخرى، حيث لا تزال قوات عملية الكرامة تحاول تشديد الحصار على مداخل المدينة وسط مقاومة وتحركات مضادة من قبل قوات مجلس شورى ثوار درنا وقوات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. كل هذه التطورات تضع مستقبل الحوار السياسي على المحك، خاصة في ظل قرب بدء الجولة الجديدة منه، فضلا عن حديث المبعوث الدولي برناديو ليون عن قرب جلسة حوار للقادة العسكريين على الأرض، ما يدفع البعض للتساؤل عن الوقت الذي ستحتاجه الأطراف المختلفة للوصول إلى التسوية النهائية قبل أن تصل الأوضاع على الأرض نقطة لا عودة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ الحوار معك سيد لينو. بداية، كيف تقرأ استمرار وتيرة الصراع العسكري بين الأطراف الليبية؟ الصوت لو سمحت، الصوت ضعيف جدا يا أخت. طيب، هل أنت في الاستماع؟ هل تسمعني بشكل واضح؟ واضح واضح. طيب، أكرر لك سؤال من جديد، كيف تقرأ استمرار وتيرة الصراع العسكري بين الأطراف الليبية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للأخوة المشاهدين، لك وللأخوة المشاهدين. حقيقة في الآونة الأخيرة في ظل المصالحات والتسويات اللي صايرة، احنا كأعضاء مجلس النواب ندعم هذا المشروع بقوة ونتأمل أن تفضي هذه النتائج إلى حكومة وفاق وطني. والصراع حاليا كنا نتقاتل يوميا في أموات، يوميا في جرحى، بفضل الله وفضل العقلاء. تم التسويات كثيرة في المنطقة الغربية، تم التسويات في المنطقة الوسطى، ولكن حقيقة الصراع اللي تو موجود هو صراع ما بين الإرهاب وما بين الليبيين. يجب الكل أن يوخر خطوة من أجل ليبيا. الوطن راح، الوطن ضاع. يجب ان يتم توحيد الصفوف في محاربه الارهاب.
طيب سنتطرق إلى الجهة التي تمارس الإرهاب والذي يعني تمثله على الأرض الليبية، ولكن أنتقل الآن إلى سيد بوزواي. المنطقة الغربية تحديدا سيد بوزواي تشهد اشتباكات متواصلة اليوم منذ أكثر من 10 أشهر دون تمكن أي طرف من إحداث حسم ملموس على الأرض. ما دلالات استمرار الصراع بل وارتفاع وتيرته؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحييكم حي ضيوفك الكرام ونحيي المستمعين الافاضل. فيما يتعلق بموضوع الصراع بالمنطقه الغربيه اللي هو المنطقه الشرقيه بالحدود الاداريه لمدينه الزاويه اللي تقع بينها وبين منطقه ورشفانة، الاوضاع كما هي متوتره يوميا، باقيه عمليه تبادل إطلاق النار، عملية السطو في الطريق العام، عدم الهدوء وعدم الاستقرار في هذه المنطقة يلعب دور كبير من عملية جيش ما يسمى بجيش القبائل. فما يفعله وما يقوم به ما يسمى جيش القبائل عدم استقرار المنطقة هو نتيجة عملية الأزلام وما يقومون به من خروقات في ضد المواطنين الآمنين في سيرهم في الطريق العام. إذن يعني أزلام النظام ووجود ما يعرف بجيش القبائل هو الذي أخر الحسم في المنطقة الغربية بشكل عام. نعم، وهناك يعني هناك بعض الجهات التي تحاول عملية تهدئة الأوضاع وعملية أن تكون هناك هدنة وللمصلحة العامة ولمصلحة الليبيين أن تكون هناك مصالحة، ولكن كما شفت بالذكر أن جيش القبائل والخارجين عن القانون ليس من مصلحتهم أن يكون هناك استقرار بالمنطقة، فبالتالي إذا تم استقرار بالمنطقة سيقام عليهم المطالبة من الجهات القضائية باعتبارهم لهم قضايا جنائية ولهم قضايا في هتكون جرائم دولية فيما قاموا به من عملية تعذيب وعملية تمثيل بالجثمين وتمثيل بالأسرى. طيب إذا ننتقل الآن إلى السيد أشرح، يعني ما قراءتك الخاصة للنسق الأمني الذي تنحاه يعني البلاد الآن في ظل استمرار الصراع، استمرار وارتفاع وتيرة الصراع العسكري تحديدا في المنطقة الغربية، وكذلك يعني كما يقول السيد لينو أنه يجب على الجميع أن يتوجه ويتوحد في سبيل محاربة الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أولا لحضرتك وللسادة المشاركين والمشاهدين. أرجو التصحيح، أنا أشرف الشح وليس الشح. بالنسبة لهذه المبادرات التي تأتي في سبيل المصالحة وفي سبيل توحيد الصف وفي سبيل إيقاف هذا النزيف من الدماء الذي الحقيقة من جميع الليبيين عندما ينزف أي شاب من أي منطقة كانت فهو دم ليبي غالي يجب أن نوفره، ولكن اليوم عندما نتجه في اتجاه حل مشاكلنا يجب أن ننطلق من منطلق استراتيجية هذا الحل كي يكون حلا دائما يمكنه الاستقرار. المبادرات الشخصية أو الفردية صديقة النوايا هي، ولكن قد لا تأتي بالنتيجة التي نرغب فيها جميعا. كل هذه المصالحات كان يجب أن تتبناها السلطات الرسمية في الدولة وفق استراتيجية واضحة يحاسب فيها المخطئ ويعاقب فيها المذنب ويعفى منها البريء ويعفى منها الذي كان يعتقد اعتقادا خاطئ بأن ما قام به هو لمصلحة جهته أو منطقته. اليوم هذه المصالحات عندما لا تتوحد الكلمة على إجرائها بشكل منسق بشكل يضمن استمرارها نجد هذه الخروقات ونجد من يدفع في اتجاه هدم أي صلح أو هدم أي هدنة تم الوصول إليها. ما قامت به كتيبة الحلبوس وبعض الكتائب الأخرى استشعارا منها بأن العدو الحقيقي هو الذي يهدد استقرار وبقاء ليبيا كبلد وهو الذي قام بتفجير بوابة الدفنية أمس، هذه حقيقة، ويجب أن تتوحد الجهود لمواجهة هذا الخطر الذي لا يمكن الحوار معه أو الحديث معه.
كل المعارك الأخرى يمكن الوصول فيها إلى حلول، ولكن هذه الحلول يجب أن ترتكز على مبدأ عدم إرجاع ليبيا لمنظومة الحكم السابقة التي أخرتها مدة 42 سنة. يجب أن لا نقع في فخ المقارنة بالأفضلية لعهد النظام السابق نتيجة رعونة وعدم احترافية من قاد ليبيا في مرحلة ما بعد الثورة. يجب أن لا نحمل الثورة أخطاء أفراد للأسف قادوها بشكل أوصلنا إلى ما نحن فيه. طيب لنقرأ إذن المشهد الليبي من صياغة أخرى. سيد لينو، هناك من يلخص المشهد الأمني في ليبيا اليوم بالقول إن ما يحدث منذ الثورة وحتى الآن هو أن كل طرف يحاول إقصاء الطرف الآخر، وأن الأمر يتعلق بتوجهات سياسية لها أذرعها العسكرية التابعة لها. هل تتفق مع هذا الطرح؟ سيد لينو إن كنت في الاستماع. يا أختي راز، الصوت ضعيف، الصوت ضعيف. طيب أكرر لك سؤال من جديد لربما تستمع إليه. هناك من يلخص المشهد الأمني في ليبيا بالقول إن ما يحدث منذ الثورة وحتى اليوم هو أن هنالك أطراف كل طرف منها يحاول إقصاء الطرف الآخر، وأن الأمر يتعلق بتوجهات سياسية وهذه الأطراف السياسية لها أذرعها العسكرية التابعة لها. هل تتفق مع هذا الطرح؟ شوف يا أختي، أنا من ذلك بصريح العبارة، من ينكر أن هناك تدخلات خارجية سواء كانت فكرية أو سياسية يراه فيه في ليبيا يراه فيه تدخل كبير، سواء كان تدخل فكري أو إيديولوجي، وفي أخطاء ارتكبت من 2011 إلى يومنا هذا. أخطاء راهي جت بالترتيب، ما جاش خطأ واحد. نتيجة أخطاء 2011 ل 12 13 فيها عانينا في 14 و15. طيب الأطراف السياسية الموجودة الآن على الساحة، لربما أصيغ لك سؤال بطريقة أخرى، الأطراف السياسية الموجودة اليوم على الساحة هل يعني تعتبرها أنها هي مسؤولة عن واقع تدهور الوضع الأمني في ليبيا باعتبار أنها هي ما تحرك يعني أذرعها العسكرية على الأرض؟ طبيعي الأطراف السياسية هي المسؤولة، هي المسؤولة، مسؤولة 100% عشان داخل الشعب، الشعب زج بهذا الموضوع، زج في صراع سياسي. طيب ماذا عن السلطات الأمنية ورئاسة الأركان؟ هل تعتقد أن فشلها لربما في توحيد القوات على الأرض هو ما جعل الواقع الأمني الآن هو مجموعات مسلحة تقاتل بعضها البعض؟ هو الصراع الحقيقي في غياب مؤسستي الجيش والشرطة، انتشار السلاح وامتلاك السلاح في يد الميليشيات اللي ماهيش خاضعة لسلطة الدولة هي اللي أوصلت ليبيا لهذا الحال. طيب انتقل إذن من ذات النقطة، من عرض عقوبات على 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 الجيش. طيب من ذات الفكرة أيضا أنتقل إلى سيد نعاس والذي يلتحق بنا الآن. سيد نعاس، بداية ما هي قراءتك الخاصة للواقع الأمني في عموم البلاد؟ سيد نعاس هل أنت في الاستماع؟ أيوة، أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأحيي ضيوف الكرام. أهلا بك. قراءتي الخاصة المشهد الأمني هو أنه يزداد تعقيدا، وحمام الدماء ما زال مستمرا، والطرف الموجود في المنطقة الشرقية من ليبيا ما زال يتزود بالسلاح ويدرب ويعد القوات ويتعاون مع المؤسسة العسكرية المصرية في إعداد الأفراد الذين سيقاتلون، وتمكن من قتل وجرح يعني أكثر من 6000 مواطن في بنغازي وحدها، ودمر حوالي نصف المدينة، وتمتد روعه حتى إلى المنطقة الغربية، وللأسف الشديد هو هذا موقع ليبيا، ودخل الآن عنصر جديد وهو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على المشهد، وزاده إرباكا وتعقيدا. طيب هنالك الكثير من الأطراف العسكرية على الساحة ليس فقط في المنطقة الشرقية، ولكن هل تعتقد أن فشل السلطات الأمنية ورئاسة الأركان في توحيد القوى العسكرية على الأرض هو ما يقودها اليوم لخوض حرب متعددة المحاور والأهداف؟ لكي نكون واضحين وصرحاء مع الناس،
لا توجد سلطة سياسية ناجحة لا في المنطقة الشرقية ولا في المنطقة الغربية. كلا السلطتين غير مؤهلتين لوضع رؤية للخروج من هذه الأزمة، حتى نكون صرحاء مع المواطنين والمشاهدين. هذه الحقيقة، ولا توجد حاجة اسمها رئاسة أركان لا في المنطقة الشرقية ولا في الغربية، هي عبارة عن رئاسات لمجموعة من الضباط الذين لا يلتزمون لا بالقانون العسكري العام ولا بقانون الإجراءات العسكرية ولا بقانون العقوبات ولا بالأوامر الثابتة. هي مجموعات غير منظمة سواء كانت في طرابلس أو في بنغازي. أما من يسيطرون على الشارع فعلا فهم ثوار 17 فبراير الذين ما زالون يقاتلون من أجل حماية الوطن. هذه الحقيقة. طيب يعني هل هذا بالتالي ينعكس على فشل عدم التنظيم الآن في هذه القوى الموجودة على الساحة؟ هل هذا ينعكس الآن في تدهور الوضع الأمني بشكل أكبر؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. طيب انتقل الآن إذن إلى سيد الزواي، ولربما نفصل في هذه النقطة لاحقا سيد النعاس. سيد بوزواي، يعني هناك من يرى أن فشل السلطات التي تولت زمام الأمور بعد حرب التحرير في ليبيا في استثمار جهود المتطوعين في الجبهات ولربما تنظيمهم هو ما يجعل البلاد تعاني من انتشار السلاح وتمرد التشكيلات المسلحة. كيف تعلق على هذا الطرح؟ أنا أختي الفاضلة أحب أن أعلق على شيء وشيء مهم جدا ولمسناه نحن في هذه الفترة في ما يسمى في موضوع محاربة الأزلام في عملية قسورة. نحن تم القبض أو الجثامين التي تم استجلابها من ساحة القتال، كانت الجثامين الهويات نتاعهم غير ليبية. اي يؤكد هذا الشيء ان ما يدعم الساحه داخل ليبيا هي من خارج البلاد. فبالتالي توضح الصوره ان عدم استقرار ليبيا هي من عمليه الازلام الذين لهم المصلحه في عدم استقرار ليبيا، فبالتالي يتم استثمار الاطراف الاخرى الذين لهم مصالح في سرقه ثورات الشعب الليبي. طيب أنت كشخص عسكري، ألا ترى بأن السلطات الليبية التي توالت على السلطة ما بعد حرب التحرير كونها لم تنظمكم ولم تضعكم في إطار يعني محدد المهام والضوابط هو الذي يجعل الآن الواقع الأمني يعني يتدهور ويجعله يتأزم يوم بعد الآخر في ظل انتشار السلاح وتعدد الجماعات المسلحة أيضا؟ للأسف الشديد عدم أن يكون لليبيا حظ في عملية السلطات التي تولت في هذه الفترة، باعتبار أن لها كانت العمل التي يقوم بها عمل استفزازي، عمل للمصلحة الخاصة. لم تكن هناك ناس لهم وطنية، ناس لم تكن لهم أهداف، لم تكن لهم رؤية، لم تكن لهم المقدرة في تسيير عملية مصلحة البلاد في ظل وجود السلاح وعدم تجميع السلاح. كانت الفترة الماضية في عملية توزيع المبالغ ل4000 دينار لكل سائر، كانت في ذاك الوقت كانت فرصة كبيرة لتجميع أكبر عدد من السلاح من الثوار. ولكن كما أسلفت أن الحرب لها ناسها في استفادة عدم استقرار ليبيا، فهذا يرجع لعدم القدرات للحكومات الماضية. طيب انتقل الآن إذا إلى سيد لينو. الوضع في شرق البلاد سيد لينو متوتر منذ أكثر من عام، يعني ما هي قراءتك الخاصة لتردي الأوضاع في شرق البلاد؟ يأتي ذلك في ظل عدم قدرة عملية الكرامة أو الطرف الآخر على إحداث حسم حقيقي على الساحة. الحقيقة ما يحدث في الشرق الليبي يراه الأوضاع الأمنية شرق البلاد شرق بنغازي يراه تقدر تقول يراه 100%. ما فيش أي مشاكل، ما فيش أي خروقات إلا حاجات بسيطة جدا. فما حدث في المنطقة في الفترة الأخيرة في تبرق هذا يعني تعبير تصرف مجموعة معينة لا يتجاوز عددهم من 10 أشخاص. لكن وبالتالي الوضع يراه في المنطقة الشرقية، ونقول هنا بكل صراحة الوضع مستقر والوضع جيد جدا. ولكن فيما يحدث في بنغازي
بنغازي في حرب حقيقية ما بين الإرهاب وما بين شرعية الدولة. نسمي الأشياء بمسمياتها. طيب يعني القتال لا يحدث في بنغازي فقط يعني سيد لينو، وإنما أيضا في درنة، هنالك تحشيد في جنوب درنة، هنالك يعني تحضيرات للخوض لربما في حرب مشابهة كالتي حدثت في بنغازي أن تحدث في درنة، هنالك أيضا قصف يعني وهنالك تفجيرات تعرضت لها مدينة طبرق أيضا، يعني المنطقة الشرقية بشكل عام. تفضل. تشخيص الحالة، حالة الصراع اللي في ليبيا حاليا، تشخيص الحالة فيه غلط في تشخيصها، ما تربط ما يحدث في الشرق الليبي بما هو الصراع الداخلي اللي يحدث في الغرب الليبي. الصراع في الشرق الليبي صراع ما بين إرهاب ممنهج ما بين الجيش، وأيضا نقولها بالأصح ما بين الليبيين. في دارنا راهو في جنسيات أجنبية، في ناس موجودة، في معابيس، في ناس تم قتل يعني بشكل يراه إرهاب حقيقي. الإرهاب هذا ما تم القضاء عليه في الشرق، امتد إلى الغرب. ما حدث في سرت قبل يومين ثلاثة هذا خير دليل، ما حدث أولام السدافينية أيضا دليل، ولكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. عندما يصير تفجير إرهابي من عناصر أجنبية ما نكونش أسلام، يجب أن نقول الحج للشعب. طيب نبغى نوصل لحل، يجب ان مصطلحات هذا زلم، هذا جرد، هذا من يجب ان نرتقي على هذه المصطلحات ونوخر كل خطوه للخلف ونواجه الارهاب سويا. الموضوع موضوع وطن وليس موضوع صراع داخلي، هو وطن ضايع. طيب انتقل الان الى سيد الشح، يعني بدايه كيف تعلق على ما فات به سيد لينو الان؟ الحقيقة يجب أن نوضح أن الصراع في ليبيا للأسف ليس كما يصوره البعض في المنطقة الشرقية ما بين دولة وما بين إرهاب. الحقيقة الإرهاب موجود لا ينكره أحد، وقد سمحت له هذه الصراعات بأن يعمل بأريحية وبأن يتمكن. وكان اعتراضنا على ما قام به الانقلابي خليفة حفتر منذ البداية في مدينة بنغازي بأن هذه خطوة رعناء قد تدخل البلد في حرب كبيرة وتجعل من المتطرفين أو تجعل للمتطرفين مناخا جيدا لكي يعملوا بأريحية ويتمكنوا من بعض المناطق. كان دعونا في أثناء حكومة علي زيدان الذي كذب على الليبيين بأنه سيركز على العامل الأمني وتوفير كل الإمكانيات مع وفرة الوضع المالي في تلك المرحلة، ولكنه للأسف ضيع 70 مليار دينار دون أن يبني مؤسسة عسكرية، دون أن يؤسس لمؤسسة أمنية حقيقية، دون أن يؤسس لمؤسسة استخباراتية. اليوم نحن في فراغ كامل للأسف نقولها حتى في المنطقة الغربية. ما تقوم به هذه المجموعات التي تدعي بأنها الدولة الإسلامية والإسلام منها براء، سببه الحقيقي ليس قوة هذه المجموعات أو قدرتها أو احترافيتها، ولكن ضعف القيادات الأمنية والعسكرية والمخابراتية. للأسف هؤلاء الذين وضعوا في أماكن ظهر جليا أنهم ليسوا أكفاء، ليسوا قادرين على قيادة هذه المؤسسات، وتقع المسؤولية على القيادة السياسية التي تسكت على هذه القيادات الأمنية والعسكرية والمخابراتية ولا تحاول تصحيح هذا الوضع وإيقاف مثل هذه العمليات الإرهابية التي يضيع جراءها أرواح زكية، أرواح طاهرة من أبناء هذا الوطن. طيب انطلاقا من حادث الذي وقع في الدفنية في المنطقة الغربية سيد أشرف، يعني وهذا التفجير الأخير الذي استهدف بوابة الدفنية التي تقع في المدخل الغربي لمصراتة، برأيك ما مدى توسع تنظيم الدولة الإسلامية إذا ما تحدثنا عن الإرهاب؟ يجب هنا أن نفرق بين الوضع في العراق وسوريا والوضع في ليبيا. الحقيقة ليبيا ليست بها بيئة حاضنة لمثل هذه المجموعات كما هو موجود في الصراع الطائفي طويل المدى ما بين الحركات الطائفتين السنية والشيعية في العراق وسوريا. هذه المجموعات يمكن مواجهتها ويمكن القضاء عليها ويمكن تخليص ليبيا منها، ولكن بشرط أن توحد الجهود، أن
أن نوقف كل هذه المعارك الجانبية، أن نحيد من أثاروا هذه المعارك الجانبية ومن بدأوها. عندما نتكلم مع إخوتنا في المنطقة الشرقية ونقول لهم يجب تحييد هؤلاء الانقلابيين الذين يريدون إدخال ليبيا في مرحلة جديدة من الاستبداد، ونحن مستعدين لكي نتوحد، ولكن للأسف هذه الشعارات جيش وطني وسلطة شرعية وكل هذه الترهات التي أضاعت الوقت وضاع جرائها العديد من أبناء هذا الوطن، سواء كان في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية، جراء هؤلاء القيادات الذين ضيعوا أبنائهم وضيعوا أبناء الوطن وتركوا المعركة الحقيقية مع هؤلاء المتطرفين الإرهابيين الإجراميين. طيب، لربما أفهم من كلامك ومن كلام سيد لينو أنه لابد من توحيد الجهود للقضاء على هذا الإرهاب، ولكن سيد النعاس، هل هنالك إمكانية حقيقية لتحقيق ذلك أو رغبة حقيقية من قبل الأطراف العسكرية الموجودة على الأرض يعني لربما جعل هدف واحد وهو القضاء على الإرهاب، غير أنها تقاتل بعضها البعض؟ بالنسبة للطرف العسكري الموجود في المنطقة الغربية، هذا طرف مدافع، هذا طرف مدافع، لأن الهجوم يأتي من المنطقة الشرقية من قيادة حفتر التي يؤيدها الجنرال السيسي وما يملكه من إمكانيات عسكرية، الذي يقع في طرابلس أن هناك بؤرة اسمها الزنتان فيها غرفة عمليات ما يسمى بالجيش الوطني التابع لحفتر، يأتيها المدد يوميا بطائرات اليوشن وتتلقى الدعم من الإمارات، آخر ما تلقته مدفعية حديثة تم التدريب عليها في الزنتان وقصفت بها جميع غريات. هذا الموجود ما تعمله طرابلس هو تدافع عن نفسها من هزمات طيران حفتر والأسلحة الثقيلة التي تأتي إليه البؤرة التي ذكرناها. هذه هي حقيقة الأمر، وهذا كلام ليس فيه تزييف على الإطلاق. أما ما قال السيد لينو أن الحرب في بنغازي بين السلطة والسيادة والإرهاب، فهذا ثبت أن هذا محض كذب، لا أدري أنه يدري ما هي اللعبة أم لا، أنا أحترم رأيه، ولكن أعتقد أنه وقع في خطأ كبير. يعني 6000 مواطن في بنغازي بين القتيل وجريح، هل هؤلاء كلهم إرهابيون؟ وإذا كانوا إرهابيين من قبض منهم وهو على قيد الحياة، لماذا لم يقدم المحاكمات؟ لماذا لم يكشف لنا عن وثائقهم؟ هل جامعة بنغازي التي دمرت وكر الإرهاب؟ هل مطار من بنغازي التي رقصت منه بنغازي، هل هي أوكار إرهاب؟ طيب، لربما أحصل على إجابة على هذا السؤال من السيد لينو، وأنت تقول يعني طيب الواقع حاصل وهنالك أيضا تأثيرات جانبية لهذه الحرب على الجميع وعلى المدنيين بشكل خاص، ولكن سيد لينو وأنت تقول أنه يجب يعني توحيد الجهود في سبيل محاربة الإرهاب، ما الذي بالإمكان القيام به اليوم لتحقيق هذا الهدف بعيدا عن حرب الكرامة والحرب في غرب البلاد فيما يتعلق بفجر ليبيا وغيرها؟ يا سيدتي الكريمة، أنا بتعليق بسيط على ما قال السيد فيما يخص الخطأ في تشخيص الحالة في المنطقة الشرقية. تفضل. أنا اللي بيعطيني جواب واحد، اللي يحدث في درنا شنو تفسيره لي؟ شنو اللي يصير في درنا؟ هل هذه ما بالفعل ما فيش تيارات متطرفة وما فيش داعش في درنا وما فيش داعش في بنغازي؟ هذا اللي يقول فيه هو داع الكلام هذا لأهل بنغازي يعرفوا الحقيقة، أهل بنغازي يعرفوا الحقيقة، ولكن لا ننكر قد يسقط أبرياء في أثناء الاشتباكات، هذا شيء طبيعي. ما نقولش ما فيش ناس مدنيين ما فيش أبرياء، طبيعي. طيب، ما السبيل سيد لينو، حتى أجعل السؤال ربما أوضح، ما السبيل سيد لينو لتوحيد الجهود؟ سيد لينو، ما السبيل لتوحيد الجهود للقضاء على هذا الإرهاب ومكافحته حتى لا ينتشر إلى مناطق أخرى في البلاد؟ أولا يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها، يجب أن نقول الحقيقة. ثانيا يجب أن الكل يوخر خطوة ويتنازل عن كبرياء وعن الغرور من أجل الوطن. طيب، أنتقل الآن إذن إلى السيد بوزواي. على كل حال، هناك سيد بوزواي من يرى بأن أحد أسباب تأخر الحسم العسكري يرجع إلى ما تشهده الأطراف من انقسام وتوزيعها أيضا على محاور عدة في البلاد كما يحدث الآن في المنطقة الغربية، كيف تعلق على هذا الطرح؟
أخي العزيز اسمح لي أن نعلق على الأخ ليونارد الذي يتكلم ويقول إن أنهم يحاربون الإرهاب في بنغازي، وحقيقة ما حدث في بنغازي من دمار وقتل وتشريد وتهجير، هذه الطريقة العشوائية التي قاموا بها ويقوموا بها حفتر كما تحدث أخي الفاضل ضيفك العزيز في عملية محاربة الإرهاب، أي إرهاب الذي يتحدث عنه؟ نحن نوجه إليه سؤال، من يدعم الإرهاب؟ من السبب الذي دعم المرتزقة المتواجدين في ساعات القتال؟ من المرتزقة الذي تم نشرهم على الشريط من الناحية الغربية من ناحية المنطقة الرئيسي بين يربط من طرابلس إلى منطقة الجبل الغربي؟ طيب وضحت هذه الفكرة. تفضل. ما يحدث الآن من تسليح الأفارقة وتجنيدهم واستجلاب الأسلحة والذخائر من دول عربية ومن دول أجنبية لا نعرف يعني بالتحديد، ويعلم هما من أين تأتي هذه الإمدادات، فيقول نحن نحارب الإرهاب. جنوب مدينة الزاوية محتل من ما يسمى بجيوش القبائل وغيرها، ويقول نحن يجب أن نرجع إلى الوراء. نقول نحن إلى أخواننا من عانينا من أخواننا من الزنتان، إذا فعلا أنتم تريدون إصلاح وحسن النية، يجب أن يخرجوا من الحدود الإدارية بمدينة الزاوية، وأن يخرجوا من الحدود الإدارية بمدينة صرمان ومن العجلات ومن صبراتة ومن المنطقة الجنوبية بالكامل. بعدما يتم خروجهم وتكون المنطقة آمنة، سنتحاور سنرجع ونقول نحن الآن هناك فيه حسن نوايا من الطرف الثاني، فتكون الفرصة سامحة للجلوس في طاولة الحوار والنقاش والتبادل، ويكون هناك الجو فيه نوع من الاستلطاف. ولكن أختي الفاضلة، لليوم موجود جيش القبائل في منطقة جنوب الزاوية ومنطقة كما سلفت الأجلات وجمال وغيره، ونقول نحن نريد الرجوع إلى الخلف. أي رجوع إلى الخلف؟ أي رجوع؟ نحن نتكلم يعني بحال اللسان، هم يمدون الأسلحة ويمدون الأفارقة وغيرهم لكي يضربوا أبناء بلدهم، ويقول والله نحن نحارب الإرهاب. أي إرهاب في مدينة الزاوية موجودين؟ أي إرهاب في مدينة صرمان وصبراتة والأجلات وغيرهم؟ أشكرك جزيلا، أكتفي معك بهذا القدر، وأشكرك على مشاركتك معنا في هذا الجزء من عاشرة اليوم. الناطق باسم المحور الشرقي لقوات فجر ليبيا بالزاوية نبيل بوزواي، و يعني أعود للنقاش معك سيد الشح من جديد. يعني كلا الأطراف يقول أنه يحارب الإرهاب، وكأن لا توجد هنالك نية حقيقية للالتفات إلى مصدر الإرهاب الحقيقي في ليبيا. هنا يتم التساؤل، من هو الطرف الذي يجب أن تتم محاربته والذي يمارس الإرهاب بشكل فعلي ويهدد أمن ليبيا وأمن المنطقة بشكل عام؟ نعم سيدتي، هناك من يستعمل هذه الشماعة لكي يحقق بها مآرب أخرى، ولكن الحقيقة الآن بعد كل هذا العناء، بعد ما وصلت إليه البلد من انهيار ومن معارك مفتوحة دون استراتيجية واضحة أو هدف حقيقي أو توحيد للصفوف في اتجاه الوصول بالبلد إلى مرحلة الاستقرار، هنا وجبت الإشارة أن الفرصة اليوم حقيقية لتوحيد الصفوف وإنهاء هذه المعارك بشكل كامل والوصول إلى اتفاقات يمكنها أن تصنع استقرار حقيقي لهذا البلد، ويمكنها من ثم مواجهة العدو الحقيقي وهو العدو المتطرف الذي لن يقبل بأي حوار ولا يؤمن أصلا بمصلحة ليبيا كدولة، وله مشروع مختلف تماما عما يتمناه الليبيين. هذا أمر واقع لا يجب أن ينكره أي من الأطراف لكي يستمر في معركة لن يربح منها أحد، لن يصل بها أحد إلى المرحلة التي يتمناها الليبيين. ولكن على كل حال يعني إلى الآن حقيقية. لم توحد الجهود ولا يوحد أيضا الهدف، يعني بناء على ذلك إذن كيف استثمرت قوات تنظيم الدولة الإسلامية هذا الضعف وهذا الانقسام في الأطراف العسكرية الموجودة على الساحة؟
نعم استثمرت هذا الظرف الذي يتسم بالفوضى، يتسم بعدم وجود القيادة الحكيمة في كل الأطراف، يتسم بتغليب المصلحة الضيقة في سبيل تحقيق المنافع وإهمال مصلحة الوطن وعدم وجود رؤية ثاقبة لمستقبل هذا الوطن. اليوم الحقيقة يجب أن يتجه الجميع بنية صادقة في اتجاه تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كل الليبيين، لا ترجعنا إلى منظومة النظام السابق، لا يشترك فيها من كان سببا في سفك دماء الليبيين. يجب أن تكون هناك مبادئ واضحة لا يمكن التنازل عنها، ولكن في سبيل جمع أبناء الوطن، في سبيل إصلاح ذات البين، في سبيل التوافق والتعايش، يجب أن نقوم بخطوات قد تكون مؤلمة ولكنها في صالح الوطن، ويمكننا بها الوصول إلى مواجهة الخطر الحقيقي، الخطر الذي يمتد دون اهتمام من الجهات المسؤولة بالقدر الذي يوقفه ويحد من تقدمه. طيب عمليا سيد لينو، أعلن حفتر عبر عملية الكرامة أنه يسعى لمحاربة الإرهاب في شرق البلاد وفي بنغازي على وجه التحديد، وأنت أكدت على هذه النقطة سابقا. من جهتها أعلنت أيضا رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام أنها ترسل قوات عسكرية لمدينة سرت لمحاربة الإرهاب وتنظيم الدولة هناك. كيف تقرأ هذه الوحدة الشكلية للهدف؟ يا سيدتي، أنا نبي نقول لك نقطة وركز عليها كويس. عندما قامت قوات فجر ليبيا بالاتجاه للمنطقة الشرقية والسدرة تحديدا، مجلس النواب نادى وأكد بوجود داعش في سرت، وأكد وجود تيارات متطرفة في سرت، وأكدنا على وجود خطر حقيقي في سرت. قالوا لا، اللي موجودين في سرت هذين ثوار، ولا يوجد، وهذا تسويق اعلامي و اليوم نحصد في النتائج. وما زلنا نؤكد وجود الارهاب في بنغازي وفي المناطق الشرقيه خطر يهدد ليبيا بالكامل. ويجب على الاطراف الاخرى اللي موجوده في المنطقه الغربيه يسموا الاشياء بمسمياتها. يجي التفجير في الدافنية يأكدوا عليه، داعش يقولوا احنا متبنين، لا يقول لك هذه اسلام. طيب انت لازلت تلوم يعني الطرف في غرب البلاد على ما يحدث الان في واقع الارهاب في البلاد، ولكن لازلت لم احصل على جواب على سؤال. يعني حفتر يعلن حربه على الارهاب، المؤتمر الوطني ورئاسه الاركان التابعه له ايضا ترسل قوات لمحاربه الارهاب في سرت، كيف تقرا هذه الوحده يعني الشكليه فقط على السطح في مساله محاربه الارهاب، في مساله وحده الهدف لا العملي على الارض، لا الفعل العملي على الارض؟ عندما تجاوز سرت وقدر في السدرة ما كانوا موجودين مع بعضهم في سرت. ليش ما تم الاعتداء عليهم في سرت في الفترة هذه؟ لكن أولا اختلفت وجهات النظر واختلفت المصالح، يقولوا احنا نحارب الارهاب. انا اشك ان المؤتمر الوطني السابق يحارب الارهاب. هل تربط ذلك لربما بانسحاب قوات الكتيبة 166 ايضا من سرت كما يقول رئيس حكومة الازمة ايضا عبد الله السني؟ ويجب ان نرجع إلى شرعية الدولة، يجب أن نرجع إلى شرعية الدولة ومن ثم نقوي الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب. لا يمكن الميليشيات أن تواجه الإرهاب، الميليشيا اللي تقوي بروحها تولي إرهاب. طيب انتقل الان اذا الى السيد النعاس. هذا هو مخرج، اوضحت هذه الفكره سيد لينو. انتقل الى السيد النعاس، يعتبر تنظيم الدوله الاسلاميه هو المستفيد الوحيد من الصراع الدائر في شرق البلاد وغربها، لعل ذلك هو ما اوضحه ايضا سيد اشرف، ويعني يسعى تنظيم الدوله من خلال كل ذلك توسيع نفوذ تنظيمه. هل تتفق مع هذا الطرح؟ ربما يكون هذا صحيحا، ربما يكون هذا صحيحا، ولكن الذي هو اخطر من تنظيم الدوله، وارجوك اعطيني شويه وقت يعني عشان اوضح الفكره. يعني تفضل. لان هناك حتى ابعاد دوليه وابعاد استراتيجيه وابعاد كثيره. فاولا انا لم اقل ان درنا مثل ارهاب كما قال السيد لينو. انا قلت ان درنا التنظيم الدوله الاسلاميه سيطر عليها من اكثر من سنتين ونصف، يعني قبل خروج حفتر الى الوجود بسنه ونصف. كان المفروض اذا كان صادقا في دعواه بانه يقاتل الارهابيين
درنا على مرمى حذر من قيادته المزعومة، كان المفروض يقضي عليها هو أولا لأن تقع في خاسرته، ولذلك تركها واهتم بمدينة بنغازي، لأن برنامج مشروع برنامج برلمان طبرق هو البحث عن عاصمة. برلمان طبرق هذا عبارة عن برلمان سوري، وحكومة طبرق حكومة سورية هلامية لا تملك من جغرافيا ليبيا ولا 10%. هم يبحثون عن عاصمة ويضربون بنغازي لكي يسيطروا عليها، ولكن هم يبدو أنه حيسيطروا عليها بعد بصفح ركام، وليس لهم قدرة مالية على إعادة بنائها من جديد. هذه ناحية. الناحية الأخرى يرجى الرجوع إلى التسريبات التي الخاصة بالبريد الإلكتروني للسيدة هيلاري كلينتون، والتي يعني من ضمنها، وأنا طلعت على هذا البريد بالتفاصيل، أن فرنسا وبريطانيا في 2012 قرروا إعلان اسمه تكوين جسم شبه مستقل في المنطقة، يعني سيمي أوتونوموس سموه في المنطقة، وبلغت سيدة كلينتون بهذا. ولذلك حركة الفيدرالية في المنطقة الشرقية هي حركة فرنسية بريطانية مقصودة لضمان قدم للشركات البريطانية والأمريكية للعمل في ليبيا، لأنهم أحبطوا من سياسة الكيب. طيب، وضحت الفكرة. يعني أنت تقول أن هنالك أطراف دولية هي متورطة في هذا الصراع. يعني أنتقل الآن إلى السيد أشرف من هذا المنطلق أيضا، هل يمكن أن يكون داعش عامل مساعد لتوافق بين العمليات العسكرية على الأرض، عملية الكرامة وعملية فجر ليبيا؟ بمعنى، ما مدى منطقية أن تتوحد جهود هذه الأطراف في ظل ما قاله الآن السيد لينو من تصريحات حول رئاسة الأركان والقوات التابعة لرئاسة الأركان التابعة للمؤتمر الوطني العام؟ الحقيقة أريد فقط توضيح بأن من سمح لهذه المجموعات المتطرفة بالتمدد والتكاثر في ليبيا هو رعونة خليفة حفتر وما قام به في بنغازي في شهر 5/2014. هذه العملية التي قام بها سمحت بإبعاد الأنظار عن الأخطار الحقيقية التي كانت في سرت، كانت في درنة، وتمددت إلى سرت وإلى مناطق أخرى. كانت من باب أولى أن تتوحد جهود الليبيين من تلك الفترة في مواجهة كل العمليات الإرهابية وكل هذه التنظيمات. الكل يعلم أن العملية الانتخابية لمجلس النواب الذي حلته المحكمة الدستورية لم تتم في مدينة درنة، والكل يعلم أن مشكلة مدينة درنة هي مشكلة خطيرة وأهملتها الحكومة السابقة التي كانت بقيادة علي زيدان. طيب، الآن مع توسع هذا التنظيم وامتداده إلى مدينة سرت في نعم، وسط الساحل الليبي، هل نعم، بالإمكان أن يكون ذلك عامل يوحد الجهود اليوم؟ يجب أن يكون هذا العامل الأساسي على إعادة النظر في الأولويات، على توحيد الصفوف، على إبعاد من كانوا سبب في هذه الربكة وهذه الفوضى، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم على معايير وطنية حقيقية لا يكون فيها مكان لأي انقلابي أو أي عضو من النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية أو سرقوا أو قتلوا. كل هذه المبادئ يجب أن تكون نصب أعين الليبيين، حتى من الشخصيات التي لها نوع من الشعبية في المنطقة الشرقية. يجب على الإخوة تغليب المصلحة العامة للدولة الليبية وعدم استعمال هذه الاسطوانة المشروخة، شرعية الدولة والجيش الوطني المزعوم بقيادة الانقلابي خليفة حفتر. يجب طيب، هذا الحديث اليوم يبدو أنه يجر أيضا في سياق نعم، الحوار السياسي أيضا. يعني سيد لينو، الحوار يقترب من جولة جديدة اليوم، ما انعكاس هذا التوتر الأمني على الجولة المقبلة؟ ما حدث مؤخرا هذا مؤشر خطير جدا، يعني انهيار بالفعل، انفلات أمني كبير حيحدث، حيتم توغل داعش في جنوب الليبي وأيضا في الغرب الليبي، وبالتالي يجب على كل الأطراف المتنازعة الالتفاف حول مشروع مسودة الحوار الوطني. هذا هو المخرج الحقيقي لدولة ليبيا. إن أردنا
ليبيا يجب أن ندعم الحوار بقوة ولا نضع العراقيل أمام الحوار. هذا مخرج حقيقي، واحنا يراهم متفائلين كثير بالحوار كمجلس نواب داعمين بشكل كبير جدا بإنجاح مشروع الحكومة الوطنية اللي نأمل أنها تنقذ ليبيا من هذا المنزلق الخطير. طيب يبدو أن هنالك اتفاق إذا بينكم في مسألة محاربة الإرهاب، ولكن سيد النعاس يعني محاربة الإرهاب في ظل تمسك كل طرف بالشرعية وفي ظل يعني هذا الواقع الأمني الذي تعيشه البلاد، وجود هذا العدد من المجموعات المسلحة، كيف بالإمكان عمليا تحقيق ذلك بعيدا عن أنه يجب أن يكون، ولربما ما الذي بالإمكان إحداثه على الأرض؟ أولا لا توجد في ليبيا إلا شرعية واحدة، وهي الشرعية التي قرها القضاء الأعلى في ليبيا. المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن البرلمان تضرب غير شرعي فيجب أن تحترم، ويجب على المجتمع الدولي أن يحترم ذلك. ولكن الأطراف الأقوياء في المجتمع الدولي يمدون أمد الصراع لتهيئة مسرح العمليات لشركاتهم لكي تطأ ليبيا وتكيف المشهد الاقتصادي كما تريد هي. هذا هو البعد الحقيقي لكي لا نكذب على مواطنينا. اما هذه السلطه الموجوده فمعروف انها يعني لا يعني في الاستراتيجيه يقول لك من يسيطر على الجغرافيا يصنع التاريخ. السلطه التي في طبرب يعرفون انها لا تملك شيئا من امرها كما قال السيد بازي قائد سبسي. السلطه الواقعيه التي تصرف حتى المرتبات في المنطقه الشرقيه هي سلطه طرابلس. لا نقول ان سلطه طرابلس كفؤه، ولكن نقول ان هذه السلطه الموجوده في بنغازي لا تستطيع لا إقامة الدولة ولا تستطيع أن تقاوم الإرهاب. أما فيما يتعلق بتنظيم الدولة هذا ليس ظاهرة أخطر من ظاهرة حفتر. هؤلاء يمكن محاصرتهم لو حصلت الحكومة قدرة على أن أو نفس لكي تتصدى لهم، لكن لا تستطيع أن تتصدى لحفتر والجرائم التي يرتكبها ولتنظيم الدولة. فالمشهد العام مشهد محزن حقيقة، وهو كما يقولون يعني حي صبيح. طيب إذا سيد الشح، يعني ليون أعلن قرب عقد جلسة جديدة من الحوار، هل يمكن أن تنجح هذه الجلسة فيما فشلت في الأطراف السياسية؟ نتمنى أن يعيد النظر سيد ليون في ترتيب آليات الحل السياسي على أساس التوازن. المسودة التي أصدرها لا تنسجم والتوازن السياسي المطلوب لتقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة في ليبيا. اليوم الحقيقة مع هذا التعنت الموجود في ما يتعلق بقصة الشرعية والسلطة التشريعية يضعنا أمام مفترق طرق. إن أصرينا على مناقشة هذا الموضوع وإيجاد حل له فسوف يضيع الكثير من الوقت. اليوم الحقيقة يجب على كل الوطنيين الذين يستشعرون المصلحة الحقيقية للمواطن الليبي دون مزايدات ودون تخوين وتغليب لآراء ضيقة، يجب التركيز على تشكيل حكومة طوارئ من متوافق عليها من شخصيات مشهود لها، شخصيات يمكنها أن تقوم بأداء جيد في هذه المرحلة، وتؤجل وتستمر عملية الحوار على الجسم التشريعي، نظرا إلى أن حتى مجلس النواب المنحل في طبرق منتهي يوم 21/10/2015 إذا أهملنا حكم المحكمة. طيب هذا من الناحية السياسية، ولكن الأطراف العسكرية يعني هنالك أيضا تساؤل سيد أشرف، ما مدى قابلية هذه الأطراف أن تنخرط في أي قرار يتمخض عن هذا الحوار، خاصة مع تأخر مسار الحوار العسكري من قبل البعثة الأممية حتى اللحظة؟ الحقيقة غالبية الأطراف العسكرية الموجودة على الأرض، وهنا أقولها من خلال اتصالات مباشرة، والكل لاحظ التغير في نوعية الخطاب من كافة المجموعات ومن كافة الثوار ومن كافة، الكل سائمة من مواصلة هذه الحرب ويريد إيجاد حل لا ينقلب على الثوابت. الحقيقة هذا أمر ضروري، بالتالي الأجواء مهيئة جدا للوصول إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، حكومة
لا يمثل فيها شخصيات جدلية تثير مشاكل في هذه المرحلة، وتقوم بأهداف محددة خلال فترة طوارئ، وتؤجل موضوع الحوار أو يستمر الحوار في سبيل تشكيل جسم رقابي في حالة فشل خروج دستور كما هو ظاهر للجميع، عدم قدرة الهيئة التأسيسية الحقيقة على أداء المهمة التي كلفت بها. بالتالي يستمر الحوار لمدة شهرين أو ثلاثة بعد تشكيل الحكومة لحل مسألة تشكيل جسم رقابي يمكنه مراقبة الحكومة التي ستشكل. طيب وهذا في انتظار الأخذ مبتدع. بهذه الخطوات بشكل عملي في سنة 2011 على الأرض، يعني في ظل انتظار ذلك، سيد لينو، هل تعتقد أن جميع الأطراف العسكرية الفاعلة على الأرض ستكون مشمولة بهذا الحوار، خاصة أن بعض الأطراف العسكرية أعلنت موقفها بأنها لن تجلس على نفس طاولة الحوار مع طرف آخر؟ كل من أكد لي كل الأطراف العسكرية اللي خاضعة لشرعية الدولة ملتزمة بما يصدي عن نتائج الحوار اللي مكلفين به أعضاء مجلس النواب. أنا أعرج قليلا على ما قال زميلي الذي يتكلم على الرقعة الجغرافية، للأسف الباين عليه هو يجهل جغرافيا ليبيا. إن كنا نتكلم على المناطق الخاضعة لشرعية الدولة أو شرعية مجلس النواب، أنا أتكلم على لو يتكلم على جغرافيا أتكلم على بلديات وادي عتبة، مرز الكراغل، أم الأرانب اللي تمثل خمس مساحة ليبيا الجغرافية. أتكلم على الرجبان وعلى الزنتان وعلى ورشفانة وعلى شن عنده المؤتمر الوطني من هاي ولايته، عنده قلب طرابلس. طيب يعني استوفينا نقاشنا سيد لينو في هذا المحور، استوفينا نقاشنا في هذا المحور، وأسألك أخيرا في إيجاز سيد لينو لو سمحت. منطقة الجنوب بالكامل باستثناء مناطق معينة أو قواعد معينة تسيطر عليها فجر ليبيا، هذه الحقيقة. ما نقولش أنا راهو الجنوب بالكامل مع شرعية الدولة الليبية، المنطقة الشرقية بالكامل مع شرعية الدولة الليبية، الغرب مناطق بحد غيرها فارضين عليها حصار من قوات فجر ليبيا، نسمي الأشياء بمسمياتها، ليش نكذب على الشعب؟ طيب إن كان بالإمكان الآن أن أسألك سؤال سيد لينو لو سمحت، إن كنت في الاستماع. عاصمة الدولة يملك القوة. طيب يبدو أن سيد لينو لا يستمع إلي، وجه سؤال الأخير إلى سيد النعاس، وفي إيجاز لو سمحت، إلى أي مدى يمثل التدهور الأمني في ليبيا تهديد حقيقي لمستقبل الحوار بين الأطراف المتنازعة؟ في عجالة أريد أن أعرف من يعرف جغرافيا ليبيا جيدا، وأن الدولة عندما يقول دولة هي من يقدم الخدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمرتبات وينظم الأمور المالية. الدولة هل تنظمها سلطة تبرك أم تنظمها المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والحكومة؟ طيب سيد النعاس، نحن استوفينا هذه النقطة، أرجو منك فقط في إيجاز وفي أقل من دقيقة، كيف بالإمكان إحداث لربما حوار حقيقي على الأرض وبالتالي تجنيب ليبيا المزيد من التدهور الأمني وتفاقم هذه الأزمة؟ السؤال موجه لي. السؤال موجه إليك. أيوة، قلت لك يا سيدتي أن الحوار الاشتراك فيه ضرورة، لأن ليبيا واقعة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لابد من اشتراك. لكن الاعتماد على الحوار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، الهدف الاستراتيجي الرئيسي وهو إقامة الدولة الليبية الحرة القوية، يجب عدم الاعتماد عليه. لابد من السير في الطريق الموازي والتعامل مع الأطراف التي يحيك اللعبة في ليبيا. أنا أقول هذا وأنا مسؤول عنه. إذا لم نفعل ذلك فنحن سنة أولى حوار، واليمن سنة ثالثة حوار وخش في الرابعة، وسوريا سنة رابعة حوار وخش في الخامسة، وممكن احنا نخش سنة ثانية إن شاء الله حوار وسنة ثالثة والبلد تدمر. طيب هل الأطراف العسكرية يعني من الصراع الليبي لديها نية حقيقية للاستجابة بهذا الحوار، أو أي نتيجة تخرج عن الحوار سيد لينو؟ أنا لا أؤكد لك ما يحدث في الغرب الليبي وما يحدث من الطرف الآخر، ولكن كل من أكد أن الجيش الليبي اللي خاضع تحت شرعية الدولة حيقبل بحوار شارك فيه مجلس النواب المنطقة.
ويقبل بأي نتيجة خارجة عنها. إذن أشكرك جزيلا وأشكر جميع ضيوفنا انضم إلينا في عاشرة اليوم عبر الهاتف من طبرق رئيس لجنة داخلية بمجلس النواب محمد دينو، شاركنا في الحوار أيضا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس مستشار وفد المؤتمر الوطني في الحوار أشرف الشح، وعبر الهاتف أيضا من طرابلس الخبير العسكري محمد النعاس. أشكركم جزيلا، تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم ودمتم في أمان الله.